محمد المنير في تنفيذ التماس، مرر باتجاه حمدو، حمدو يمر، ينطلق حمدو الهوني، حمدو الهوني، ضربة جزاء، ضربة جزاء سبا سيكو توري تردد في مرة أولى، ولكن في مرة ثانية يعلن عن ضربة جزاء. حمدو الهوني بمهارة حمدو، حمدو يخترق، حمدو داخل منطقة جزاء بوتسوانا يتعرض لعرقلة واضحة، يعني الفرديات تصنع الفارق في مثل هذه الوضعية. حمدو الهوني صاحب الخبرة أمام الإعادة، هذه الإعادة أمامنا، التدخل كان من رقم 22 كيبوي لاعب جالاكسي، هذا حمدو تخلص من الرقابة، انطلق حمدو، كان في دفع واضح من شارب كيبوي، ضربة جزاء واضحة، الدفع من شارب البوتسواني، كرة التقدم من علامة الجزاء، من سيتقدم للركلة؟ من سيتقدم؟ المتخصص يا صالح هو السند، صالح الطاهر مع السند، يعني حتى في المنتخب أو مع الفريق في لاعب المتخصص الأول، صالح الطاهر يبدو لي والأقرب، كرة التقدم، سند اعتاد أن يسجل، سجل في مرمى غينيا الاستوائية، في مرمى تنزانيا في التصفيات الماضية من علامة الجزاء، سند في مواجهة البوتسواني، لا يتقدم بالفعل سند. جو لولوي يتلقى اندار مشع مدافع منتخب بوتسوانا، سند في مواجهة البوتسواني، كرة التقدم لصالح المنتخب الليبي، شارل كرة الأسبقية، كرة تعلن عن التقدم، تفتح باب التسجيل، تعلن عن أسبقية الفرسان، سند يتقدم، سند يضيع، ضيع سند والهدف 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 والهدف، الكرة بالشبكة، صالح يسجل، صالح يا صالح يا صالح يا صالح، صالح يصلح، يصلح غلطة سند، وصالح يعلن عن تقدم الفرسان، صالح الطاهر ضيعها سند، سجلها صالح، ليبيا تتقدم 1-0، صالح الطاهر ضربة جزاء ضاعت ولكن تابعها صالح، صالح بلمسة واحدة يعلن عن تقدم المنتخب الليبي، صالح يعلن عن تقدم الفرسان، هذا هو التقدم الليبي، هذه هي البداية، لأول مرة يضيع السند، ارتدت من الحارس ولكن صالح خلاها ترتد من الشبكة، 1-0 تقدم ليبي، المنتخب الليبي يتقدم 1-0 هنا، التسديدة، تسديدة قوية من صالح الطاهر، المنتخب الليبي يعلن عن التقدم، يرسم التفوق صالح الطاهر، إن شاء الله نشاهدوا أداء قوي للفرسان بعد هدف صالح الطاهر. صالح الطاهر يسجل أول أهداف الفرسان في هذه التصفية.